التخلي عن تشكيلة المحلفين في محكمة الجنايات والاقتصاد على القضاة فقط هو تعديل تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجزائية، ما أثار حفيظة المحامين الذين رأوا فيه مساساً بمبدأ محكمة الجنايات الشعبية. المشروع مس محكمة الجنايات اللي على كل حال احنا كمحامين طبعاً تأسفنا لأنه كان في 2017 كنا نتكلم على وجود ثورة على كل حال في محكمة الجنايات على أساس رجوع التشكيلة للأصل نتاعها، لأن الأصل في محكمة الجنايات هي محكمة شعبية على كل حال. رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين من جهته دعا إلى مراجعة هذا التعديل من خلال الإبقاء على محكمة الجنايات الشعبية والعمل على اعتماد معايير لانتقاء محلفين خبراء. إن نحب باش نحافظ على التشكيلة هذه، بالعكس نزيد في عدد المحلفين، وليس أنا نحذف عدد المحلفين، فقط النوعية تاع المحلفين. ولذلك احنا بصفتي رئيس اتحاد نقول باللي نظام المحلفين او نظام المحكمة الشعبية هو الأجدر باش نتبعوه باش تكون احكام يعني باسم المجتمع. التعديل الذي سيمس محكمة الجنايات يأتي بعد 7 سنوات من مراجعة القانون والذي اعتمد 4 محلفين بعدما كان عددهم 2 فقط، وهو ما يدعو للتساؤل عن السبب وراء التخلي عن المحكمة الشعبية.